السلام عليكم، معكم أرماني. بالنسبة للناس اللي ما عارفينش، وإلا كان شي وحدة خاصها تشرح هي أنا. أول حاجة بغيت نقول لكم راه أنا ما ساكنش في المغرب، أنا ساكنة في هولندا وتديت في الدنمارك وكبرت في هولندا. ونورمالمون راه كندير السوشيال ميديا ديال هولندا، ما كنتش عارفة بأن هادشي غايزعج المغاربة ولا اللبس اللي غايزعج المغاربة. أنا لبسي بحال هكاك وانا جو بو كومبروندغ سي لباسي خلع الناس، راه ماشي حيت لبس انا بحال هكاك كنشجع بنات باش يلبسوا بحال هكاك. بالعكس، راه حيت انا كبرت في واحد المجتمع اللي كيجيو هادشي عادي واللبس عادي، داكشي علاش ولا كيجيني حتى انا عادي، ولكن ما كنشجعش البنات باش يلبسوا بحالي، عارفه بان في المغرب هادشي ماشي عادي. ثاني حاجه، انا ما كانش كيسحب ليا ديك لا جوب غادي تبان طالعه حتى ديك الدرجه في الكاميرا. انا براسي فاش شفتها كنت مع راسي او شيت، وبغيت نوريكم بان ديك لا جوب اللي كنت لابسه راه ماشي جوب، راه شورت. بزاف ناس كيقولوا لي كيلوط كيبان، ولكن راه شورت. دونك تادي باش تكون في نظركم، انا عمرني ما نقدر نلبس شي حاجه بحال هكاك تكون ماشي شورت ولا شي حاجه. وبغيت نطلب سماحه من المغاربه كاملين اللي عايشين في هذا البلان هذا، ولا كيسحب لهم انايا بالعاني درت هادشي ولا هادي، كنطلب منهم سماحه حيت يعني كنتش انا ناويه باش نوصل داك الميساج بديك الطريقه. وبزاف ديال الناس كيقولوا يا علاش خليتي الكلبه ديالك تختار، علاش هادي. بغيت غير نقول لكم بان انا ساكنه مع الكلبه ديالي، والكلبه ديالي كنعتبرها كبنتي. دونك الا كنت مع شي واحد تشارك حياتي ولا هادي، وكان ما عندوش مع الكلاب ولا ما عارفش في الكلاب وكذا، غلقى معاه مشكل حيت ما غيعرفش يتعامل معاها، غلقى معاه مشكل يقول لي في الاخر يقول لي حيديها ما عجبتنيش ما عنديش مع الكلاب، وانا هادشي ما بغيتوش. وبغيت نقول لكم بزاف ديال الناس اوسي قالوا لي بان دايرين داك ليميسيو باش نطيحوا بالرجال. بالعكس، راه كما كنقولوا ما تاخذوش بجديه، خذوا بشويه ديال الضحك كما كنقولوا حنا في هولندا، خذوا بشويه ديال الملحه، راه ما واقع والو. وصافي هادشي اللي كنت باغا نقول لكم، وبغيت نقول لكم مره اخرى I am so sorry. باي.